ولمزيد من النقاش حول أزمة الكهرباء والفساد المتفشي في هذه القضية، معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. تظاهرات غاضبة تجتاح مدن العراق احتجاجا على تردي الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. السؤال عن انعكاس هذه الأزمة على موقف الشعب العراقي تجاه النظام الطائفي الحاكم في العراق. حقيقة أزمة الكهرباء تشكل نقطة مركزية وأساسية في الحراك الشعبي والمطالب الشعبية الأساسية، حيث كلنا ندرك لا يمكن العيش دون وجود طاقة. الطاقة الكهربائية خصوصا في هذا الفصل، العراق بأمس الحاجة والمواطن العراقي بأمس الحاجة إلى الطاقة الكهربائية. ولو علمنا أن ما أنفق من أموال على إعادة بناء الطاقة الكهربائية وفق احتياجات العراق تشكل مليارات كبيرة جدا، قد تزيد عن 60 مليار دولار، وهذا يعطينا إمكانية إلى توفير 60 ألف ميجا واط، وهذه تكفي العراق ودول ثلاث أخرى مجاورة. نعم. لذلك نلاحظ أن الأزمة هي كأنها واقع سياسي، وهناك فيتو لمنع أي شكل من أشكال إعادة واستعادة الطاقة الكهربائية حسب احتياجات المواطن العراقي، وهذا يشكل خطراً في إمكانية الاحتجاجات أن تتطور وتصل إلى مراحل عالية جدا، كما نلاحظ من خلال التقرير الذي يتضح لنا أن هناك هجوم واضح وإمكانية إيقاف هذه المؤسسات في عملية إنتاج الطاقة التي ستزيد الطين بلة بشكل أو بآخر، خصوصا في هذا الفصل. لكن ألا تكشف هذه الأزمة المستمرة الوجه الحقيقي للطبقة الحاكمة ومدى المصداقية في تنفيذ الوعود التي تقدمت بها من قبل؟ حقيقة لا حاجة لعمليات كشف الفساد، حيث أن الفساد أصبح لدى هذه الطبقة السياسية قانونا مشرعا، ولذلك نلاحظ لا يخجلون حتى في التصريحات أو في الوعود أو في أنه عقدنا بكذا عقد مع كذا شركة من شركات عالمية كبيرة جدا ورصدنا وخصصنا من الأموال، ولكن حبر على ورق الفساد المالي والإداري هو الشائع في مسألة استعادة الكهرباء بالدرجة الأساسية. وآخر الادعاءات للسلطة السياسية أنهم شكلوا لجنة لمحاسبة وزراء الكهرباء منذ 2003 ولغاية الآن، والمواطن العراقي البسيط يدرك إذا كنت تريد أن تضيع حقا عليك بتشكيل لجنة من قبل الحكومة لمتابعة ذلك الحق. حتى هذه اللجنة على ما يبدو أنها لا تقوم بعملها على النحو المطلوب. أستاذ صباح، السؤال التالي عن استيراد الكهرباء من إيران، من يريد إبقاء العراق بحاجة للطاقة الكهربائية المستوردة ولمصلحة من؟ أولا هناك مافيا خاصة في عمليات استيراد وتشغيل وصيانة وإدامة المولدات الأهلية، حيث تم في الآونة الأخيرة الكشف عن وجود أكثر من 16 محولة ومولدة للكهرباء في مناطق محافظة كربلاء والنجف، ولم يتم استخدامها لصالح المواطن منذ أكثر من خمسة سنوات أو أكثر. هذا يدلل على أن مافيا المولدات تفرض نفسها على الدولة في عدم تطوير الكهرباء. هذا جانب. جانب آخر، إيران مستفيدة بحدود 3.5 إلى 5 مليار سنويا من عملية الربط الكهربائي في تزويد العراق بحوالي 1200 ميجا واط، وكذلك أيضا تزويد العراق
بحدود 28 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتشغيل 4 محطات غازية في العراق. وهذا كله أن العراق ينتج في الظرف الحالي 16.5 ألف ميجاوات، والعراق حاليا بأمس الحاجة إلى ما لا يقل عن 25 ألف ميجاوات، وهذا فقط للاستهلاك السكني والدوائر وبعض المؤسسات دون وجود أي شكل من أشكال المصانع والمزارع والأماكن الصناعية التي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية. قبل قليل تكلمتم دكتور عن وزراء الكهرباء السابقين، وهناك حديث عن مليارات الدولارات صرفت لحل أزمة الكهرباء منذ سنوات طويلة، إلا أن الأزمة تتفاقم عاما بعد آخر. السؤال عن الأموال، أين ذهبت باعتقادكم؟ في اعتقادي الأموال المسروقة من عقود وهمية قد تكون، أو عقود تم تخصيص الأموال إليها أثناء ارتفاع أسعار النفط في 2011 و12 و13، نلاحظ في تلك الفترة الزمنية تم عمليات سرقتها أو تهريبها أو غير ذلك أو هدرها. هذا واضح من خلال مراجعة بسيطة للموازنات التشغيلية في العراق، يستطيع المواطن البسيط أن يتعرف على التخصيصات التي خصصت لوزارة الكهرباء. وكلنا ندرك أن هناك أعداد كبيرة جدا من الموظفين الفضائيين في داخل الوزارة، وهذا أيضا يستهلك كثيرا من الإيرادات والتخصيصات المالية، ليس فقط في الكهرباء وإنما في عموم الوزارات. ولذلك لاحظ الفساد هو الذي أوصل الأمور إلى حالة الأزمات والتأزم في مسألة استعادة الكهرباء. ومصالح دول جوار ممثلة بإيران أو بغيرها مستفيدة من عملية خفض أي شكل من أشكال الإنتاج للطاقة الكهربائية بالعراق والإبقاء على حاجته، وهذا أيضا يؤثر على عملية الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، حيث يبقى العراق بحاجة إلى الخدمات التجارية والمواد التي يتم استيرادها من إيران أيضا. نعم، تعهدت جميع الحكومات المتعاقبة دكتور بحل مشكلة الكهرباء، لكن للأسف العراقيون لم يروا أي نتائج تذكر في هذا الملف. من الناحية الاقتصادية، هل فعلا أزمة كهرباء العراق تمثل مشكلة مستحيلة الحل؟ لا يوجد شيء مستحيل. نأخذ مثال بسيط على ذلك. وظفت الحكومة المصرية قبل 4 سنوات 5 مليار دولار لإنتاج ما لا يقل عن 6000 ميجاوات، واستطاعت فعلا من خلال شركة ألمانية بالتعاقد معها خلال فترة 3 سنوات أو حتى أقل من استكمال المشروع وإنتاج الكهرباء المطلوب بتكاليف أقل بكثير مما ينفق في العراق في الظرف الحالي. نعم، إذن هناك إمكانية للحل لكن هناك إرادة سياسية غائبة. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي السيد صباح حل، لو كنت معنا من عمان عبر الخط الهاتفي.